السلام عليكم واهلا وسهلا بكم معايا من جديد في فيديو جديد بوصفه جديده. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال الكغاتان بالبطاطا والكفته. كتجي جد رائعه، مذاق كيجي روعه. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجوا لهاد الوصفه البطاطا مقطعه دوائر بحال هكا، انا سلقتها، ممكن نسلقوها وعاد نقيوها. سلقت انا مع شويه ديال الملح باش تجينا بنينه، واحد ثلاثة ديال المطيشات محكوكين، وعندي شوية ديال الكفتة، ومعلقة ديال مركز الطماطم والثوم بودرة، وخليط بين زيت الزيتون وزيت المائدة، ندير الفرماج محكوك، واحد جوج بصلات مقطعين على الشكل كيما كتشوفوا معايا. وبالنسبة لصلصة البشاميل غادي نحتاج ليها الحليب والزبدة، جوج معالق كبار ديال الزبدة، وهنا الدقيق تقريبا واحد خمسة المعالق ديال الدقيق. هنايا في المقله كندير فيها مطيشه، غادي ندير ليها شويه ديال سكنجبير قليل، وواحد نص معلقه ديال الخرقوم، واحد نص معلقه ديال التحميره، وديك المعلقه ديال مركز الطماطم. ندير خليط بين زيت الزيتون وزيت المائده واحد شويه. غادي ندير ليها واحد شويه ديال توم بودرة، تقريبا واحد نص معلقة صغيرة، ممكن نعوضوها بجوج فصوص ديال التوم مليحة. وغادي نديرها طيب هاد لاصوص. في مقلة غادي ندير الزيت، غير زيت المائدة، ندير فيه البصلة، نخلي ديك البصيلة ندير لها شوية ديال الملحة، ونخليها تذهب وتشحر حتى تنزل البصله، ونضيف ليها الكفته. ندير لها شويه ديال التوابل، تحميره والخرقوم، معلقه ديال الخرقوم، واحد نص معلقه ديال السكنجبير، والابزار، نضيف ليها زيت الزيتون. بالنسبه لصلصه البيشاميل غادي ندير واحد جوج معالق كبارين ديال الزبده، نخليها تذوب شويه في واحد الكاسرونه، من بعد غادي نزيد ليها تقريبا واحد الخمسة ديال المعالق ديال الدقيق. النار تكون مهيلة، ونبقى نحرك هذيك الزبدة، نحاول ندمجها مع الدقيق. من بعد نزيد الحليب ونحاول نحرك بسرعة. نضيف ليها الجوزة، كاين اللي كيقول لها جوز الطيب، نص وحده حكيتها، وندير لها الملحه، القليل من الابزار، خليها فوق البوطه حتى تعقد على الشكل كيما كتشوفوا معايا. صافي كلشي موجود، دابا غادي نبداو نصايبوها في الصين اللي غادي ندخلو الفران، ندهنو هنايا بشوية ديال زيت الزيتون باش نبدا. انا هنايا درت البطاطا، حاولت يعني نحطها بشكل متساوي، ندير عليها لاصوص ديال المطيشه، من بعد نزيد عليها الكفته، نحاول نوزعها حتى هي بشكل متساوي. نجيب صلصه البشاميل، هنايا راها عقدت ليا، غادي ممكن يعني نزيدو عليها غير شويه ديال الحليب، ونطلقوها نديرها فوق النار غادي تطلق. بالنسبه لهاد الطبقه انا درتها بحال هكاك، انا في الطبقه الثانيه زدت ليها شويه ديال الحليب باش طلقات كما كتشوفوا معايا.
صافي نرش عليها الفرماج محكوك وندخلها للفران طيب، يعني المكونات كلهم طايبين، نخليوها غير يعني ندمجوا مع بعضياتهم، وهذاك الفرماج اللي درتلو من الفوق يذهب ياخذ لون ذهبي. ها هو الشكل ديالها كما كتشوفوا معايا، كيجي مذاق رائع، نتمنى تجربوها، وصفه كتستحق التجربه. الى فيديو قادم ان شاء الله، تهلاو ليا فراسكم ومع السلامه.